السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف المشروع بتاعنا، هنقسمه لكيسز. أول حاجة كلاينت بروجكت مانجمنت، ده في الأول خالص، لسه المشروع لسه مبدأش، فبنقعد مع المالك ونشوف إيه المتطلبات بتاعته. المالك هنا هنسميه appointing party، والappointing party بيكتب أو بيقول لنا على الـ EIR الـ BIR الـ EIR الـ OIR، ونعرف الـ scope of work، وبنعين الـ lead appointed party. الليد ابوينتد بارتي هو ده بقى اللي هيتواصل مع كل اطراف المشروع بحيث ان هو ينسق بينهم، يعني هو عباره عن كوردينيتور في مرحله الديزاين وفي مرحله الانستراكشن بيم مانجمنت، ويبقى معانا البروجكت انفورميشن مانجمنت طول ما احنا ماشيين لحد ما نوصل ان احنا بنسلم المشروع. فبندخل بقى في مرحله الاسيت مانجمنت اللي هو الاي اي ام، وطول ما احنا ماشيين احنا بنبدا نشوف احنا موجودين فين، ونخطط ايه الحاجات اللي هنوصل لها، ايه الحاجات اللي احنا هنستلمها في الاخر. بنبدا نعمل ديزاين البلان الديليفر، بنبدا نسلم ابروف، وبعد كده بنبدا ان احنا نشغل. فالبدايه ان احنا نبقى عارفين الاحتياجات بتاعتنا، يعني احنا في اخر المشروع دوت احنا عايزين نحصل على ايه، وايه الحاجات اللي لازم احنا نلتزم بيها. فلازم عندنا اسد انفورميشن ريكويرمنت، ايه الاحتياجات والمتطلبات للراجل اللي هيشغل المبنى. البروجكت انفورميشن ريكويرمنت الحاجه الخاصه بالمشروع، اكسشينج انفورميشن ريكويرمنت اللي هو المالك نفسه عايز ايه، اورجنايزيشن انفورميشن ريكويرمنت الشركه والمنظمه عايزه ايه. من ضمن الحاجات دي ان احنا بيبقى عندنا بروجكت شارت وعندنا سكوب اوف ورك. طيب المرحله اللي بعد كده انفيتيشن تو تندر، بنبدا نشوف بقى الشركات، نبدا نقول لهم يا اخوانا مين اللي عنده استعداد ان هو يبدا يشتغل معانا في المشروع دوت. وبيبقى عندنا اللي هو exhibition of interested documents، ونشوف مين اللي هيدخل التندر دوت. بعد كده المرحله بعد كده تندر ريسبونس، بنبدا بقى نشوف المعلومات اللي احنا هنبدا ان احنا نطور فيها. عندنا الاكسشينج انفورميشن ريكويرمنت اساسي، البروجكت انفورميشن ريكويرمنت بروجكت خاص بالمشروع دوت، هيبقى فيه بيمشن بلان اللي هي قبل العقد، بيبقى حاجه سامبل بسيطه، وماستر انفورميشن ديليفري بلان التسليمات هتبقى عامله ازاي، وريسبونسابيلتيز ماتريكس كل واحده هتبقى مسؤوله عن ايه. وطبعا هيبقى فيه باكج من ضمن الحاجات اللي هتبقى موجوده، البروجكت سكادول. ننتقل للمرحله اللي بعد كده ابوينتمنت، مش محتاجين اي وثائق زياده خالص، احنا خدنا كل المعلومات قبل كده، ونبدا بقى نعمل ابوينتمنت كونتراكت. وبعد كده مرحله الموبلايز، بنبدا نطور شويه في البروجكت انفورميشن ريكويرمنت لو في اي تطوير او في اي حاجه جد جديده. من ضمن بقى الحاجات خلاص احنا خدنا العقد بقى بوست اوورد، فنطور البيمشن بلان، بنعمل ديتيلز بروجكت سكادول، احنا لو كنا عاملين جدول لكن ممكن مش مفصل، فبنبدا نعمل تفصيل. ممكن يكون مكتوب مثلا ان هو التسليم بعد شهرين 3 شهور، بس مش مذكور يوم ايه اللي هنبدا فيه. دلوقتي خلاص بقينا هنبدا فعارفين التواريخ، فنقدر نكتبها بالظبط. كوميونيكيشن بلان، كواليتي اشورنس بلان، بروكيورمنت بلان، ريسورس بلان، كوست بلان، دول هيبداوا بقى معانا بشكل رسمي. ممكن قبل كده تكون حاجات يعني عامه، يعني دي الحاجه اللي الشركه بتشتغل بيها لكن مش مخصصه للمشروع دوت. بعد كده الكولابوريتيف انفورميشن برودكشن، هنبدا بقى مرحله الشغل وتبادل المعلومات بشكل اقوى. فهيبقى عندنا بروجكت انفورميشن موديل اللي هو الموديل الاساسي اللي هو فيه كل الداتا، وهيبقى فيه مثلا ممكن كل شويه بنبعت RFI request for information request for change، دول هيبداوا بقى يبقوا موجودين بشكل اقوى في المرحله دي. بعد كده هنروح بقى لمرحله information model delivery، بنبدا بقى ان احنا نستلم الحاجات، المالك بيبدا يستلم الوثائق ديت. وبعد كده بنقفل بقى المشروع project close out. ففي المرحله ديت بيبقى فيه project information model، وده اللي بيتحول بيبقى asset information model، وبيبقى فيه asset information في الدروس اللي احنا اتعلمناها lesson learned documents، في test and quality report، في تقارير ان احنا استلمنا والجوده عامله ازاي في المشروع.